ما خدوش الحقوق ديالهم. يعني طرقنا بزاف ديال المشاكل ديال الحقوق ديال التجار ديال سوق الكلاب، ما توصلناش لاي حل في هاد المشاكل وهاد الشيء ديال في حقيقة. بالخصوص الاجواء ديال الجمع العام ديال سوق الكلاب في انزكان، دازت الامور بخير، وكان الحضور في الحقيقة حضور مزيان، والامور دازت بالديمقراطية وبالشفافية، وكنتمناو الاخوان يديروا يد في يد. حنا عارفين انزكان بالنسبة للتنظيم عندنا كان عندنا تنظيم قوي، ونظرا لان كان الظروف ديال كورونا وهذا وسميتو، وبقات الامور هكاك وسميتو، دابا جددنا الهيكل، غادي مستعدين نجدوا الهياكل ديال جميع الفروع، ودابا حنا بدينا بسوق التلات، الامور دازت بخير وعلى خير. المشاكل ديال الضريبه، المشاكل ديال الضريبه على الصعيد الوطني راه ماشي غير في انزكان، ولكن حنا بالنسبة كنقابة ديال نقابة التجار والمهنيين، عندنا لأن أنا واحد من اللي كنت عضو في اللجنة اللي كانت في لجنة ديال الحوار مع المدير العام ديال الضرائب والمدير العام ديال الجمارك ووزارة المالية، وصلنا على أساس كاين اتفاقية مع إدارة ديال الضرائب على الصعيد الوطني، ولينا كنحلوا الإدارة حتى هي ولات كتحل معنا المشاكل، ولينا كنجلسوا حلينا المشاكل ديال واحد العدد ديال التجار في الأقاليم، والحمد لله غدا الأمور راه مزيان. انعقد يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بالجامعة ديال زكان، الجمع العام التأسيسي للفرع ديال السوق تلاس بإنزكان. هذا الجمع العام جاء تحت الإشراف ديال اللجنة الممتلة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار المهنيين، من أجل إعادة الهيكلة ديال جميع الفروع على صعيد ديال الإقليم ديال إنزكان يزم اللول. هذه جات من البطاق ديال التوصيات ديال المؤتمر الوطني الثامن للنقابة. اليوم حنا دوزنا الجمع العام ديال سوق التلات، تم التصويت على الاخ عبد القادر عنان بالاجماع ككاتب فرع ديال السوق ديال التلات، وغدا يوم السبت ان شاء الله والاحد مازال واحد مجموعه من الفروع اللي فيهم اعاده ديال الهيكله ديالهم، غادي يتم ان شاء الله دوز الجمع العامه ديالهم ان شاء الله. وكنشكروا كذلك المنابر الاعلاميه اللي وفرتنا في هذا اللقاء هذا، وشكرا جزيلا. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تحرمنا اجرهم، وارحمهم يا ارحم الراحمين.